أخبار اليوم. بنرحب بالجميلة والأمورة والكيوت رنا سماحة، أهلا وسهلا بيك، نعرف أخبار اليوم. ربنا يخليك، أولا تقديما حلوة دي، كل سنة طيب ورمضان كريم. والله أنا بنبسط لما بشوفك يا رنا، وعايز أسألك بقى النهاردة وأنت بتحتفلي بأجواء رمضان ومع صحابك، رمضان أكيد بتبقى في حاجة مختلفة وطعم مختلف في الزيارات والعائلات والخروجات، كلمينا عن أجواء رمضان بالنسبة لك بتبقى. طبعا يعني رمضان يمكن من أكتر الشهور اللي بنهتم كلنا إحنا نتجمع فيه كعيلة، صحاب، نتعزم عند بعض، نعزم بعض، نخرج مع بعض حتى كلنا. بحب أكتر وقت أنا أتفرغ للعبادة في رمضان، مش علشان هو بس شهر، يعني هو شهر بيجي لنا كل سنة، بيبقى ليه كده ريحة معينة. الأكل بقى والمطبخ بقى وصفة رمضان. الأكل والمطبخ، يعني عايز أقول لك أنا باكل في رمضان أكتر من غير رمضان، وما فيش حاجة بتأثر يعني متقلقش. لا خالص، ده أنا باكل كتير جدا في رمضان، مش قادرة أقول لك. بفترس السفرة. لا أنا في عندي حاجة مهمة جدا على الفطار العرقسوس بصراحة. قوي بقى. انا بحبه، ما اعرفش ايه الموضوع. يعني حلويات وبتعرفي تعملي بقى حلويات؟ طبعا والله بعرف اطبخ، بعرف اعمل حلويات وبعمل ملوخيه وبعمل حاجات جميله، وهدوقكم ان شاء الله. لا بعرف، لا ست بيت يعني. حلويات بحب الكنافه جدا، بحب القطايف، بحب حلويات رمضان عموما يعني. رنا بنبارك لك على الدعاء اللي طرحتيه في رمضان بسبب الاسباب، كلمينا عن الدعاء بقى، وتعاونت فيه مع مين؟ انا عملت مسبب الاسباب وعملت مخلوقه ليه، هنزله في اليومين الجايين ان شاء الله. الدعائين كلمات احمد حسن راؤول والحاج محمد فخراني وتوزيع الهام دهيمه. بس بيقول يا اللي برضاك الدنيا تقلب جنة على الإنسان، وبقول يا رب وفي عز خوفي بقول يا رب، معلش أنا بحفظ الكلام مع اللحن، بتلاقيني الكلام رايح في حتة ولا حاجة في حتة. رنا لو فكرت تعملي حاجة في رمضان كده لايت أو خفيفة، فكرة برنامج، فكرة حاجة، هتحب تنقلي أنهي صورة عايزة تنقلي؟ فوازير. طبعا طبعا. انت عندك ان انت القدره الشخصيه انت تتقمصي، انا عايز انت شخصيتك طبعا كيوت ودمك خفيف جدا وتقدري تتقمصي كل الشخصيات دي، بس قدام الكاميرا وفي سكريبت معين وكلمات معينه، انت حاسه من جواك ان انت جواك الموهبه دي؟ بص انا يعني يمكن طول الوقت بقول ان انا من احلامي ان انا ارجع تاني الفن الاستعراضي الغنائي للعالم العربي اللي هو احنا بقينا مفتقدينه جدا. نفسي اعمل فيلم استعراضي غنائي او اعمل فوازير رمضان، فوازير نيلي وشريان، مش عارفه انا بخش بعضها ليه، فوازير نيلي وشريان لحد النهارده بنتفرج عليها. فطوطه، بوجي وطمطم، حاجات احنا افتقدناها جدا الفتره. حابه ان انت تعيدي حاجه من الذكريات دي بعينها ولا حاجه مختلفه؟ لا انا حابه ان نرجع تاني فوازير، احنا كنا كل رمضان لازم يكون عندنا فوازير بشكل جديد، بس انا بتكلم عن ابرز الفوازير اللي كنا بنتفرج عليها، نيلي وشريان وكده. رنا بشكرك جدا وكل سنه وانت طيبه. ميرسي.